السلام عليكم. كيف ما كنعرفوا جميع، في شهر رمضان الكريم السيدات كيزاد الاهتمام ديالهم بالزي ديالهم، وخاصه الجلابه، اللي كيحاولوا انهم يختاروا الخامات اللي كتكون دارجه على الموضه واللي كتجيهم على حسب الخدمه اللي تيهاو هما يخدموا في الجلابه ديالهم. فمن بين الخامات اللي كان عليهم طلب كثير هذا العام هما الكريب والسوستين. كما كنعرفوا جميع، فالكريب هو واحد الخامه اللي كتساعدنا اننا نبتوها ولا نطرزوها ولا حتى نخدموها بالرنده الا كانت الجوده ديالها عاليه بزاف، حيت كاين فيه بزاف ديال لي كاليتي. كنطرح السيده انها تاخذ الكاليتي المزيانه اللي تساعدها تخدم اي موديل هي شافته وعجبها، فهي غادي تقدر تخدمه في الكريب. فكيف ما كتشوفوا معايا، كاين دي موديل اللي درنا لهم الطرز بالرباطي والطرز الغرزه، الطرز ديال بوانتي كروا على حسب كل سيده والشهوه ديالها. كذلك كاين موديلات اللي درنا لهم تنبات خفيف ولا شارجي، حيت التوب كيصبر بزاف واخا يكون الحجر ثقيل، فهو كيصبر وما كيتفزرش. المميز هذا العام في الكريب انه جاب الوان اللي هي مميزه ربيعيه وصيفيه، شهر رمضان زان مع شهر الصيف، فكذلك الالوان اللي كنا خدمنا في لاغام ديال لي كولور هما كلهم دي كولور باستيل اللي جاو مميزين على حسب الشهوه ديال كل سيده. كتلقى جميع الالوان بوفره، من الاصفر بالدرجات ديالو، الاحمر بالدرجات ديالو، البلوسيال ازرق غويال، اي لون تشهاتو السيده فكتلقاه متوفر في السوق وبأثمنة جد مناسبة. العام اللي فات كان سوسدي حاضر بقوة معنا، لا في العيد الكبير ولا في العيد الصغير. السيدات بزاف تشهوا انه يخدموا هاد الخامة اللي هي كتجي هماوية بزاف. خدمناها باشكال اللي هي متنوعة، كاين اللي درنا لها غير صفيفة ديال الضفيرة بنص جزائري ودرنا لها تنبات خفيف، كاين اللي طرزناه، كاين اللي خدمنا لي دو بياس بالراندة على حسب كل سيدة وشنو تشهات خدمناه لها في الجلابة ديالها. هاد التوب فيه جوج الانواع، سوسدي سامبل اللي كيجي لون واحد، وسوسدي اللي كيجي غايي. الغايي كنلقاو اللي اللون باللون، وكاين الغايي اللي فيه جوج الالوان. فهذا هو المميز في التوب، انه السيده اللي خاصها ترد منه البال انه فيه بزاف ديال لي كاليتي، تحاول انها تختار الكاليتي المزيانه اللي تصبر لها الشغل اليدوي اكثر.